من الأول ما كان عندي ثقة فيك ولا رح أوثق بالمرة. يلا قول ليش خططت لزواجنا؟ اصحك تقلي لأني بحبك وبعشقك ومدري شو من هالحكي هذا، فهمان؟ طالما صار الدفتر بإيدينا قول الحقيقة، احكي ليش تزوجتني. لأنه أنت ضمانتي الوحيدة. شكرا لك. ماشي. لك أي مشفى؟ طيب جاي فورا. خلص خلص ماشي. جاهدة فيها شي كورهان؟ لا أختي بابا. إيه شو بو؟ كورهان احكي شو بو أبوك؟ لك جاهدة ما قدرت تحكي من البكي. مبروك. بابا بابا لا يا الله اللي شو صار تحسين؟ لك اركضوا اركضوا، ساعدونا واتصلوا بالإسعاف فورا، يلا يا جماعة. سطحوا على مهلك شوي شوي. شو صار له؟ ماشي شوي، يلا بسرعة. لازم الإسعاف فورا، سلمي راح يموت. بعدوا له. الحمد لله إجا. صرنا متحت أخوه لمحمد بيك. الزلمي من شوي أعطاكم عمره.
شو جابك يا صهري؟ جاي تبوس ايد عمك؟ عن جد انتو ناس اندال، اندال وحقرة. فكرت انه ما بصر له شي. بتخاف على ابوك؟ انتو اتنين قتلتوا ابوكن، بهنيكن. انا انبسط انك عايش. ليش؟ شو هالمرة ناوية تخنقيني بديكي لتتأكدي؟ انت يلي بتعمل هيك بابا. اذا اضطريت ما بتقصر ببنتك. مستعد تعمل كل شي مشان ما تكشف سرك. بالشوم هذا الرجال سممك. بس انت وعدتني، ومن كتر ماني غبية خليتك تحلف لي يمين كمان انه خلص ما رح يكون في قسوة ولا كذب على حدا. انا ما عملت اي شيء. سكوت سكوت. شفت الحقيقة بعيوني بابا، وسمعت بأدني هدول. انت اللي خطفتني. كذب. انت وبولد لما فتوا على هداك الكراج حكيتوا وسمعتكم. العين بالعين.